بفقرة لنعرف أكثر ضيفتنا اليوم الكاتبة والناشطة الثقافية سوسن شوربة لنحكي عن كتابها الجديد الحب لحظات. أهلا وسهلا فيك. أنت صديقة عزيزة ويمكن الناس اللي بيعرفوك بيعرفوا قديش الحياة أهدتك لحظات منها حلو ومنها مر، لكن استخدمتيها بالإطار خليني أقول المفيد والبناء. أنت أكثر حدا بتعرف. ايه أنا بعرف بقى. كتير مبسوط أني عم بستضيفك اليوم سوسن. وأنا كمان. لنحكي عن كتابك، لنحكي عن هالمسيرة الحب لحظات. هالمسيرة يلي أكيد كان في كتير محطات، ما بدي أقول عنوانها، إذا بدك التغلب على السرطان أو التعامل مع السرطان، خليني أسميها إذا بدك العيش بأمل ضمن هاللحظات. أول شيء مبروك الكتاب. مرسي. ليه كتاب؟ لحتى الناس تقرأ. هلأ بالحقيقة أنا نشرت قبل هيدا كتاب حكيت فيه تجربتي الكاملة مع السرطان. هلأ أنت لأنه استضفتني مرة عن هالموضوع وبتعرف التفاصيل كلها وهيك، فبس بعد ضمن هاي العناوين يعني الحب لحظات، يعني كان اسمه نبضات الفكر الكتاب اللي قبله، بس هالمرة قصة حب، قصة حب من الخيال. رواية يعني هيك حبيت أعمل شيء رواية رومانسية، واللي هو مش نوع كتاباتي. أنا نوع كتاباتي بتعرف أنت أكتر تطوير الذات وتنمية يعني ضمن اللايف كوتشنج والترانسفورماتيف كوتشنج، بس هالمرة يعني عندي ملكة الكتابة قلت خليني إجا عبالي يعني هيك أعمل رواية من نسج الخيال. ليش يعني إذا بدك عم نحكي عن الحب عم نحكي عن الخيال، قد ايه بده خيال الحب وقد ايه فعليا برأيك يعني هالعنوان الحب لحظات بخليك هيك تعيد النظر انه اف قد ايه في لحظات ممكن تهرب من حياتنا ما عم نحب فيها او ما عم نعرف كيف نحب او هلا يعني الانسان يعني احلى شيء بحياته هو الحب. إن كان الحب العلاقة بين رجل وامرأة اللي هي آخر شيء، يعني في الحب الأم لأولادها، الحب الأولاد لأهلهم، الحب بين الأصدقاء، يعني الحب بكل أشكاله هو أهم عنصر من عناصر الحياة، يعني الأكسجين، الأكل، الشرب والحب أنا بعتبره عنصر رابع لحتى نقدر نستمر بالحياة. هلأ ليش لحظات؟ هذا صار له علاقة ب يعني أحداث الرواية. ما رح تكشفي لنا شيء عنها؟ بلا فيني أكشف لك شغلة، إنه البطل بيعتبر إنه الحب لحظات بس، يعني ما بده يورط حاله بأكثر من لحظات بأيام أو أشهر أو سنين، بس بالنهاية هو يعني بيسميه الحب لحظات بس اخر شيء لقى حاله متورط باكثر من سنين واكثر من العمر كمان. في ناس مزبوط، في ناس لا يهربوا من هالحب بيعتبروا انه لحظات تنتهي، ايه ما انه عارف يمكن انه يمكن هي احلى لحظات واحد يعيشها لما بيكون عم بيحب. هو ما يعني ما اكتشف حاله لبعدين، ما اكتشف حاله لبعدين. رح يتم توقيع الكتاب. توقيع الكتاب الاحد. الاحد. خبرينا شوي عن حفله التوقيع. الاحد بمسرح المدينه. حبيت انا تعرف علاقتي بالمسرح. حبيت يكون التوقيع بالمسرح اللي هو بيت الثاني، بالقاعه المسرح يعني فوق بمسرح المدينه، واكيد هو الهدف مش بس انه توقيع الكتاب، لقاء ثقافي نرجع نلتقي فيه بأصحابنا بأصدقائنا الفنانين الممثلين الكتاب النقاد الصحفيين، يعني صار لنا زمان ما التقينا، ولما عم نلتقي بمسرحية عم بيكون اللقاء هيك خجول مع ماسك أنجأ عم نقدر، وحتى مع التباعد هالمرة بما أنه خف الوباء شوي وصار فينا نكون بحرية أكثر مع التباعد أكيد يعني الاحتياط التام، قلت أنا منه بيكون توقيع للكتاب. وأنا دايما كل إنجاز بعمله إن كان صغير أو كبير بحب أعمل مثل احتفال فيه، فاحتفال بإطلاق الكتاب والتوقيع ولقاء لقاء من بعد طول غياب. وهي لحظة حب طبعا، هيدي احلى لحظات اللقاء مع الاصدقاء والناس اللي بنحبهم. سوسن يعني يلي بيعرفك بيعرف انه هالتعبير الفني بحياتك كثير مهم،
بالموسيقى بالمسرح بالكتابة مثل ما قلتي، مرات بالتنمية، مرات بالهيك بال 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 بالإرشاد. قدي برأيك هل يعني هل يا إذا بدك المراحل اللي قطعتي فيها، صعوبات اللي اجتزتيها، الأمل يلي كنت عم تسعيله، قدي برأيك هني محفزات لإلك لتكتبي، وبالتالي هيدا الإنجاز هيدا الكتاب هو أحد هالنتائج هالمحفزات؟ هلأ أنا بكتب من زمان بكتب. الظروف اللي مرقت فيها هي حافز كبير للجرأة، جرأة النشر، جرأة أنه أعمل مثلا عمل مسرحي بدل ما يبقى حلم، لا دغري ببلش هلأ عم نحضر لمسرحية. نحن كذا مسرحية التغوا وتأجلوا بسبب الظروف. يعني اللي مرقت فيه هو كان مثل سبب مباشر بإني أحلامي ما تضل بالجوارير وعلى الرفوف مثل معظم الأمهات، يعني مثلي أنا أم وزوجي وابتعدت عن يعني خلصت علومي من زمان قبل ما اتجوز، لا انا اللي مرقت فيه خلاني ارجع كملت كذا شهاده اونلاين، خلاني اكتب، خلاني ارجع بشغف على الحياه. ويعني بدل ما مثل كثير ناس بيكتبوا بيتسلوا بوراق بحطوهم بالجرور عندهم، انا لا، اول واحد صار كتاب وهي بين ايدين الناس، وكمان رجعت من بعد ما نشرته بالانجليزي هارت بيتس اوف ذا مايند لقى نجاح، وحبيت القراء اللي ما عندهم ألمان باللغة الإنجليزية يقدروا يوصلوا له، فقعدت كتابته بالعربي نبضات الفكر، واثنيناتهم موجودين كمان بالمكتبات. وهلأ هيدي الرواية يعني كمان قد كانت تكون إنها أشياء من اللي بالأدراج، بس حبيت أنشرها لشارك الناس أفكاري رأيي. هلأ هي الرواية منا بس رواية سردية، هي بنفس الوقت تطرح مواضيع مثل المرأة، المجتمع، السياسة، الحب تأثيره على الأشخاص وشو ممكن يغير بحياة الأشخاص، المرض. رواية طويلة وأحداثها تمرق يعني على مر سنين. ما في فيها مسرح الرواية؟ قد فيها من المسرح؟ كلها مسرح، كلها بتتحول بيتاخد منها مونودرام حلو كتير. وأنا بشوفها أكتر بركي سيريز أو سينما، لأنه بتحمل يعني أحداثها من الأشياء اللي بفتشوا عليها فيها المواضيع كلها. يعني بيقولوا إنه فيها رسالة، مش ما أنا ما بآمن إنه الفن رسالة، الفن بيطرح مواضيع والمشاهد بقرر كيف كل واحد كيف بده يحل هالمواضيع أو يتعامل معها. فإيه الرواية فيها تفاصيل، فيها أحداث كتير، فأنا يعني أنا متشوقة لأشوف ردة فعل الناس عليها. أكيد إن شاء الله يعني هالرواية رح تاخد نصيبها مثل الأشياء التانية يلي عملتيها قبل، ومثل ما قلتي لأن هي هيك كمان نابعة من بين هالتجربة الشخصية، بين الشغف أيضا، كمان من هالرغبة بالتعبير. هول كلهم عم يجتمعوا لحتى تكون الأشياء اللي عم تعمليها هيك عندها إذا بدك مخزون كتير كبير من الطاقة. كمان بدي أسألك سوسن على أنه اليوم يعني في بعض الروائيين بيقولوا الكتابة هي بالنسبة لنا مثل العلاج، مثل كأنه واحد فرغ الطاقة حتى بمحل أو ثبتها، وبنفس الوقت مرات بيقولوا في مرات الكتابة بتريحنا لأنه هالأفكار تبقى عم تغلي جواتنا، بس نحط على الورق بنحس وكأنه خلص طلقناها. أكيد. شو بتعني لك الكتابة وكيف بتشوفي الكتابة بالنسبة لك؟ الكتابة أكيد علاج، يعني إذا كان واحد عم بيعبر عن حاله عم يحكي، مش ضروري شيء ينشر. إذا الإنسان عنده، لا في ناس ما عندهم ملكة التعبير بالكتابة، بس إذا بيحاولوا الكتابة فعلا علاج. الكتاب اللي قبل هيدا لما كتبت عن تجربتي الشخصية أخذني وقت، يعني أنا من بعد ما شفيت من أول سرطان أخذني سنين لقدرت أحكي عن الموضوع بتفاصيله. بس لما حكيت
أول شيء لما حسيت إنه هالكتاب صار بإيدين الناس وأنا عم بكتب بجرأة، كتبة إشي كتير حميمة كتير خاصة، حسيت حالي مثل مزلطة إنه أنا إنه معودة أكتب بس أول مرة بنشر، فكيف هيك هالأشياء صارت كل الناس تعرفها؟ بس رجعت تصالحت مع الفكرة، وعشان هيك صار بدي يعني لأول مرة كان بالإنجليزي. يمكن الإنسان لما يكتب بالإنجليزي بيفكر إنه مشكلة الناس عم تسمعني، فلما قعد كتابته بالعربي حسيت إنه لا، ما علي، بدي كل الناس، يعني اللي ما بيعرف إنجليزي بيقرأ بالعربي، بدي كل الناس تعرف أنا بشو مرقت. ولأنه فعلا كان درس وأنا حسيت حالي عندي مسؤولية يعني تجاه الناس إني شارك تجربتي مع المرض بالطريقة اللي أنا شفتها، كيف أنا تناولت الموضوع وكيف عبرت عنه بكتابتي. في كتير خيال، والخيال إذا كانت الكتابة علاج، الخيال دواء. الخيال أنا بعتبره يعني نشفى بالخيال إذا الإنسان بيستعمل خياله. أنا استعملت الخيال بأصعب لحظات الألم. أنا تبعت حتى يعني حتى إذا بدك نشرك على مواقع التواصل مرات لهالجلسات المتكررة لهالهيدا. وهلأ قبل شوي يعني كنت بدي أسألك عن الجرأة وأنت سبقتيني وحكيتي عنها. بدها جرأة ولا هي إذا بدك بدها تسليم؟ هي قوة ولا هي إذا بدك خلاص كأنه ما عاد في سيطرة؟ أنا إذا ببعد عن الموضوع بقلك إيه بدها جرأة إذا بتطلع على حالي من بعيد، بس أنا لأني جريئة ما الواحد ما بحس على حاله، ما بقدر أعطي حالي إنه بحسها هينة. في ناس ولا ممكن يقولوا إنه عندهم، يعني ما بيقولوا كلمة سرطان. كنت شوف ناس بالكيموثيرابي لحالهم، هو اللي أكيد مش مخبرين حدا، جايين لحالهم. إيه أنا كانت نروح معي الجروب كله يعني نعمل حفلة بالمستشفى وورا الكيمو على طول، وين بدنا نتغدى اليوم لأن أنا ما بتضايق دغري. يعني اللي يمرق كذا ساعة ليبلش المفعول تضايق. فأكيد كان في لحظات كنت عم بخبي ألامي ومشاعري، يعني الانزعاج، كرمال اللي بحبهم عاملين هالأفور وجايين وعم بي يمكن كل واحد منهم مفكر انه عم بيقضي معي اخر ايامي، وانا بالعكس كنت بكل تفاؤل وبكل امل. تحتضنيهم كمان، تحتضني حتى هني ضعفهم بالتعامل مع هال صح. وانا كنت حس يعني اكثر شيء زعجني بمرحله المرض كله هو خوفي على اللي بحبهم، ولما اشوفهم شاكين انه هل حتقدر تكمل او لا. يعني كنت لما ما يكونوا مؤمنين بنفس درجة القوة أو عنده نفس الأمل، بدي أقنعهم. يعني كنت حابة كتير أقنعهم إنه صدقوني حعيش، ما حيصير لي شيء. أنا من وين جبت اليقين ما بعرف، بس كنت حابة أنشره كتير، وبهالطريقة يعني نشرت هالطاقة اللي أنت شفتها والناس شافوها. وكنت من المستشفى أطلع فيديوهات الناس تشوفني، حتى لما هر شعري طلعت بلا شيء. كمان هيك بدها جرأة لبعض الناس بيعتبروها جرأة. رح اعترف لك بشيء. ايه بتعرفي نحن يعني اصحابه بنعرف بعضنا، بس كنت اليوم عم فكر انا الصبح عم اقول انه انا اليوم مستضيف سوسن عن الكتاب، وصراحه كان ما بدي افتح سيره السرطان. لا صراحه لحاله بيحضر، لانه كمان ما بدي انه بس تجي سوسن نرجع نفتح هيدا الموضوع. يمكن هيدا كمان انا ضعف مني لكيف مقاربه هيدا الموضوع. بس قد ايه انت فعليا قد ايه بيتطلب الامر تصالح مع هالموضوع، او كمان لا بيتطلب الامر نسيانه وحطه يعني خلاص كمرحله سابقه؟ ابدا ما بعرف كيف. إيه ما بعرف، بهمني اعرف انت رايك، لانه انت بتمثلي كمان كثير من الناس. هل مهم يضل هالمحطه يلي هي الاليمه والكبيره وفيها وجع ضل حاضره، او مهم نشيلها؟ لا اكيد ما بشيلها، اكيد بتضلها حاضره. وحتى لما انا مثلا جاي احكي عن الكتاب انفتح الموضوع بكل محبه بشارك، لاني دائما بحس بالمسؤوليه. دائما بحس انه اذا استمعوني 10 أشخاص عندهم المرض ويأسنين بياخذوا هالأمل مني، بس يشوفوني إنه قطعت سرطان مرتين، والمرتين أخذت علاج كيميائي، والمرتين هر شعري، والمرتين كنت بحالة كتير تعبانة وستيج متقدمة، وهي أنا قاعدة هلأ قدامك
وكتبة قصة حب ما لها علاقة بالسرطان ولا بأي مرض وعم حضر لمسرحية بآخر أدار ومكمل حياتي عادي وبعمل بلانز لأولاد وولادي. هلقد عندي أمل بالحياة. هلأ شو بيصير فجأة؟ ما بعرف، يمكن ما موت بالسرطان، يمكن موت بأكسيدان، يمكن بأي شيء تاني بس إلا السرطان ولا ممكن خلي يكون سبب. كل حال تلبق لك كثير هالحياة، تلبق لك هاللحظات الحب. كثير مبسوط انك انت ضيفتي اليوم، واكيد كنت هيك يعني اعطيتي امل. من كم يوم كان اليوم العالمي للسرطان، وجه تحية لكل الناس اللي بعدهم عم بيعانوا وعم بيضعاف وبهاللحظات ما انهم قادرين اذا بدك يشعروا بهالتفاؤل او بهيدا الامل. يعني بنبعث لهم الحب، انا ببعث لهم دفشه قويه تهزهم تقيمهم من التخت وتخليهم يقوموا ويواجهوا المرض، لانه نحن اقوى منه للمرض، نحن اقوى منه بكثير. وحيجي يوم يصير ماشي كيف الكورونا هلا عم تختفي وعم تجي خفيفه، السرطان رح يجي يوم ويصير حب الدواء وخلصنا. شكرا كثير لك سوسن، شكرا لك، مبروك لك تاني. ميرسي، شكرا لحضورك. منتابع وفاصل، من بعده بنرجع لصباح اليوم. فاصل مزبوط، فاصل